النهارده هنتكلم ازاي نتعامل مع الموبايل كرين لود شوت او واتيفر اي كرين لود شوت. في بعض الناس بيبقوا مش فاهمين اللود شوت كويس، يبقى ايده جدول الاحمال ومش عارف هو هيتعامل معاه ازاي، مش عارف يطلع الداتا ازاي. النهارده هنقول كده ان بريف ازاي تعرف تتعامل مع اللود شوت وتقراه. مفيش حاجة اسمها أنا عندي وينش 90 طن اللود شارت بتاعه يمشي على أي حاجة. لا، أنت بتروح للود شارت بتاع الكرين ده بالتحديد، البراند بتاعك، الموديل بتاعك، سنة الصنع بتاعتك، وكمان المفروض إن أنت بتتعامل مع الأوريجينال اللي عليه السيريال نمبر بتاع الوينش كمان. يعني مش مجرد الموديل ده ولا سنة الصنع دي، لا ده القطعة دي بالتحديد اللي هي السيريال بتاعها 1 2 3 4. تمام؟ فأنا قدامنا كرين دلوقتي اللي هي 95 طن. هناك ال 95 طن مكتوب على الكتاب هناك اهي. هنمسك زي اكزامبل كده للود، طبعا اللود اكزامبل بتاعه يبقى كتاب كبير زي ما انتم شايفين، بجميع الاوضاع بتاعت الرفع والتحميل. الليب هير عاملة حاجة مريحة الكوبريتو شوية، موجودة في اللوناش الجديدة معظمها، اللي هو موضوع الأكواد. معنى كلمة كود إن أنا بدخل الكود ده على الكمبيوتر بتاعي، ففي شوية بارامترز ثابتة بتخش أوتوماتيك على الكمبيوتر. زمان كان الراجل الأوبريتور لازم يدخل الونش انا تعلي كام، انا الفراكات بتاعتي فريتها قد ايه، انا عدد التروب بتاعتي قد ايه. الكلام ده دلوقتي من خلال الكود بقت الداتا دي دايركتلي بتخش على طول من غير ما احتاج ان انا ادخلها. طب ممكن تورينا الداتا دي؟ فالاوبريتور دوت مثلا هيدخل كود 30، هاجي مدخل لي الداتا دي. الداتا دي مثلا بتقول ان انا دلوقتي التقل بتاعي 23 طن، الكاونتر ويت 23 طن، الركائز بتاعتي فاردها 7.3 في 7، زاويه الطيران المسموح ان انا اشتغل بيها في الكود دهوت 360 درجه كامله. وده معناه ايه يا مهندس؟ يعني يشيل اللود ده في اي وضع، هيشيل اللود ده في اي وضع من خلال ال 360 درجه بتوع ان انا اتعامل فيهم. هتلاقي في وناش ثانيه كاتب لك بوزيتيف والنيجاتيف 10 مثلا، او كاتب لك زيرو، يبقى الزاوية دي هي اللي انت هتلتزم بيها في الدوران بتاعك للفلوزر بتاع الكريم. ديت بتقول لي ان انا فرد الركائز بتاعتي بيبقى 3.7 × 3 × 10 في 7 متر اللي هو مقطوع الكريم بتاعك. تمام؟ في حاجات بتشتغل على نص فرد ركيزة، ماشي، في حاجات بتشتغل على ركيزة كاملة اسبير المانيوال. مفيش حاجة يا جماعة ابسولوت فاليو في المعدات، على حسب المانيوال بيقول لك ايه. في وناس ممكن تفرد جنب جنب وما تفردش الجنب الثاني، ده في الحواريش الجديده ل 2017 وهو بيعمل لنفسه فيرتشوال بوينت على المكان اللي انا فيه ده وبيشتغل. طب انا دلوقتي دخلت الكود ده ودخل لي الكلام ده، اخش في اللود شارت. اللود شارت ده بيديني شويه بارامترز انا بطلعها، عندي بوم لينث وعندي راديوس، طول البومه بتاعتي وعندي الريدس بتاعي. الريدس ده المسافه ما بين السنتر بتاع الكرين، بتاع السول بتاع الكرين، لحد مكان الهوك زي ما بيقولوا، او مكان اللي حاشيل منه ايه اللود بتاعي. انا طبعا عندي اثنين ريدس، المكان اللي حاشيل منه والمكان اللي هينزل فيه. انا باخد الاعمى اللي هي اللي هو الابعد، ايا كان بقى المكان بتاع اللودين او الالودين، انا باخد الاعمى اللي هي الريدس الابعد، لان البوم لينث كده كده ثابت. حلو، في بعض البوم ممكن يتفرد او بعض البوم ممكن يتلم اسبير المانيوال. تمام، اخش هنا الاقيني كاتب هنا البوم لينت 16.8 16.8 16.8 16.8. عندي اربع جداول او اربع كولوم لنفس قيمه البوم لينت. ايه السبب بقى؟ السبب هتقول لي دلوقتي انا عندي مثلا هنا على 6 متر راديوس، هنا شايل 51، هنا شايل 51، هنا 48، هنا 32. ازاي؟ نفس البوم ونفس الراديوس. بقول لك انزل تحت وبص هنا، مديك بارامترز هنا. ديت عدد طروف. ديت الفرد بتاع الوصل. نسب فرد الوصل. نسب فرد كل وصل قد ايه؟ هنا هو كده كده هيجمع لي 46%
من وصله واحده تمام، بس انهي وصله؟ هنا من الوصله الثانيه هيديني 6.10، هنا من الوصله الثالثه هيدي نفس البومه، هنا من الرابعه، هنا من الخمسه، على حسب الاسترينث بتاع البومه ديت هو هيديني قد ايه اقدر اشيل. يبقى معنى كده نسب فرد الوصل بيفرق معايا، بتفرق تماما. فانت خد بالك ايه كمان، خد بالك الاوبريتور فارد قد انهي وصله عشان هتفرق معاك. تيجي تشيك هتلاقي الاحمال مختلفه. ايه كمان بيفرق معايا؟ نمبر حاجه عندك هنا حاجه اسمها ان. ايه ان ديت؟ ان دي نمبر اوف فولز، نمبر اوف لاينز، او عدد الطروف اللي الراجل حاططها في الهوك بتاعه، كام فرده واير. هنا بيقول لي 12، هنا بيقول لي 11، هنا بيقول لي 1، بيقول لي 7. لازم نلتزم بالكلام دوت عشان اقدر اعرف. لو ما زلت الكلام ده مش هيقدر لي فول كباستي اللي فوق. تمام؟ اخر نقطه عندي هنا اللي هي سرعه الرياح. ديت الليميتيشن بتاع سرعه الرياح اللي عندها البوم لينت ديت يقدر يشتغل. مش ابسوليوت، مش كامله للونش في اي حاله. يعني بتتغير كل وضع معين. كل طول بومه، يعني بص مثلا هنا 11 عند 20، وهنا 9.9 عند 25. تمام. نفس الكلام في نفس الكود اللي حصل عندي، في نفس الكلام في نفس الكود، لما البومه اتغيرت كل بومه اتغير الماكسيمم ويند سبيد قيمه اللي اقدر اشتغل عليه بيتغير. طيب اخر حاجه بس مطلوبه، عايزين نقرا ازاي نقدر نجيب الاس دبليو ال للوضع ده. بمنتهى البساطه، انا عندي بوم وليكن 20، انا فارد النسبه دي 64 من الثالثه ومن الرابعه. تمام. هتجمع عندي 20 متر بوينت 8 اهي. الريدس اللي عندي كام؟ وليكن 10 متر. اجي داخل على 10 متر وعامل كروس 20.8 مع 10، انا في الكود ده دلوقتي. ده مع ال 10 متر هيديني 28.7. يبقى ده دي معناه ايه؟ الكباسيتي اللي اقدر اشيلها دلوقتي، الكرين ممكن يجيها دلوقتي. ممكن اتعداها؟ لا طبعا مش هتعداها. ليه؟ انت كده دخلت خلاص في المشكله، انت كده حاليا 100% من قيمه الونش. لو تعديت ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن الونش يقلب لا قدر الله او تقطف. الله ينور. بقى اللي هي الحاله اللي هتكون عندك. ما انت كمان بتعمل فاكتور سيفتي بعد ديت، فبتنزل كمان الكباسيتي. شكرا ونتقابل في فيديوهات ثانيه. شكرا يا مهندس بهاء. مهندس بهاء طبعا ليد اكيوبمنت انجينير، مهندس نووي في الاصل يعني، وشغال معانا في تيم السيفتي. شكرا يا باشا. شكرا.